اهلا بكم من جديد اطلع معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن ال خليفه محافظ محافظه العاصمه جمعيه سيدات الاعمال البحرينيه على برنامج المدن الصحيه وذلك خلال المجلس الاقتصادي الشهري المقام بمقر الجمعيه حيث عرف معاليه الحضور بالمرتكزات الايجابيه التي يقوم عليها البرنامج لدوره نحو تعزيز الصحه عبر تحسين الجوانب البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديه في كافه المجالات وتعزيز انماط الحياه الصحيه والوقايه من الامراض وتقويه الروابط الاجتماعيه وتعزيز التعايش بين افراد المجتمع أنا سعيد اليوم أن نتواجد في جمعية سيدات الأعمال طبعاً عشان نطلعهم على مشروع محافظة العاصمة وهو مشروع المدن الصحية وتطبيق الاشتراطات على مدينة المنامة وأنا اليوم في المجلس الاقتصادي للجمعية نشرح لهم هذا المشروع وإن شاء الله نتعاون يوم في تطبيق بعض المشاريع والمبادرات اللي بتسهم في أنها المنامة تحصل على هذه التسمية وتكون أحد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية اليوم عنوان المجلس طبعا يهتم بالصحة وهذا أهم شيء اعتقد للإنسان قبل الاقتصاد لأن الصحة مفيدة للكل والمفروض الكل يحافظ على صحته عشان يشتغل، عشان يكون موجود في البلد ويؤدي واجبه، واجبه الوطني وواجبه الاقتصادي اللي هو كاحنا جمعيه اقتصاديه نهتم بامور الاقتصاد في البلد. تواجدنا اليوم مع الجمعيه البحرين لسيدات الاعمال هذه بادره متميزه وهي تصب في الشراكه المجتمعيه بين القطاع الحكومي والقطاع الاهلي. وهذه احنا ما نصب اليه ان يكون هناك تعاون وتضافر لكل الجهود من اجل ان تكون مملكه البحرين كامله هي صحيه طبعا مبادره العاصمه والحمد لله السنه الماضيه حصلت مملكه البحرين ومنطقة الحصن في محافظة العاصمة على شهادة من منظمة الصحة العالمية كأول منطقة في مملكة البحرين مدينة صحية ونامل من خلال التعاون المشترك مع جميع الجهات ان احنا نحقق السنة ان تكون العاصمة وجميع محافظات مملكة البحرين تكون صحية. بدعم من مجلس التنميه الاقتصاديه تم توقيع اتفاقيه عمل بين شركه ايس وارب وشركه كلام تيليكوم حيث ستمكن هذه الشراكه عملاء كلام تيليكوم من خصخصه خدماتهم من خلال الاستفاده من تجربه الشركه الفريده بتخصيص الخدمات وسلاسه نقل البيانات والدعم المحلي للمؤسسات والشركات المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي تجربة فريدة متعددة الاستخدامات تنطلق من البحرين بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية بعد توقيع اتفاقية شراكة بين كلام تيليكوم وآيس فورب لتكون مثالا حيا على نجاح البحرين في استقطاب المزيد من المستثمرين في مجال تكنولوجيا المعلومات اليوم قمنا بالإعلان عن شراكة جديدة مع شركة آيشوب وهي شركه عالميه حيث اننا نختبرها في جلب ابتكارات وحلول جديده للسوق وفي الواقع ايس وارد تعمل على انشاء مركز للحوسبه السحابيه في مملكه البحرين بدعم من مجلس التنميه الاقتصاديه اما نحن بدورنا في كلام تيليكوم نركز على الاعمال التجاريه بشكل رئيسي هذه الشراكة ستمكن عملاء كلام تيليكوم من خصخصة خدماتهم المتعلقة بالبريد الإلكتروني ورسائل ومتطلبات الشراكة وتحقيق المزيد من الاستفادة من تجربة نظيرتها في العمل على تخصيص الخدمات وسلاسة نقل البيانات والدعم المحلي للمؤسسات والشركات. <applause> يسرنا أن نعلن عن انطلاق أعمال شركة آيس وارب لتخدم سوق الشرق الأوسط وستكون البحرين المقر الرئيسي، حيث سنبدأ خدماتنا السحابية مع شركة كلام تيليكوم، خصوصًا وأن البحرين تعد نقطة انطلاق جيدة لما تتمتع به من بيئة استثمارية جيدة في هذا المجال، فضلًا عن جهود مجلس التنمية الاقتصادية الواضحة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. كنا نبحث منذ بضع سنوات كيفيه اطلاق ايس وارب في الشرق الاوسط لاننا حريصون كل الحرص على اطلاقها من بلد يمتلك نشاطا تفاعليا متميزا في هذا المجال فضلا عن وجود دعم حكومي بهذا الخصوص فوقع الاختيار على مملكه البحرين لاطلاق محطتنا السادسه التي ستخدم الشرق الاوسط بالدرجه الاولى منصات كثيرة موزعة حول العالم تضم أكثر من خمسين مليون مشترك وها هي المنصة السادسة تنطلق من البحرين لتخدم بذلك الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا المعلومات يأتي توقيع هذه الاتفاقيه في مملكه البحرين لتؤكد على الثقه التامه التي توليها الشركات العالميه بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في البحرين بما ينسجم مع تطلعات مجلس التنميه الاقتصاديه في استقطاب الاستثمارات المتنوعه في هذا القطاع خوله لمركز الاخبار تلفزيون البحرين والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأحمر منخفضًا بنسبة 0.1%، ومقفلًا عند مستوى 1519 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والتأمين والفنادق والسياحة. وقد تجاوزت كميه الاسهم المتداوله ثلاثه ملايين وخمسمائه واربعه الف بقيمه اجماليه تجاوزت تسعمائه واثنين واربعين الف دينار تم تنفيذها من خلال تسع وسبعين صفقه وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجاريه أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8030 نقطة بانخفاض بلغت نسبة 0.49% وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5088 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.24% وبالنسبه لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2802 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.4% افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ضمن خطة لرفع طاقته الاستيعابية إلى 100 مليون مسافر. وقال وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي أن قطاع الطيران المدني بالمملكة حقق في الآونة الأخيرة تطورات أفضت للإسهام بنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني وذلك بحسب مؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا وتضاعفت أعداد المطارات الداخلية والدولية إلى 28 مطارا ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد من أهم المشاريع الحيوية لمحافظة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير ويوصف مطارها بأنه البوابة الجوية للحرمين الشريفين قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إن بلاده ستطرح حصصا من شركات حكومية بالبورصة خلال السنة المالية الحالية حتى يونيو 2020، وذلك لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار. وتأتي تصريحات مدبولي التي جاءت في بيان صحفي صادرا عن مجلس الوزراء بشأن عمليات الطرح بالبورصة، بعد أن فقد المؤشر المصري الرئيس نحو 11% خلال الجلسات الثلاث الماضية. وخسرت أسهمهما حوالي 66 مليار جنيه من قيمتها السوقية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. فرض غرامة بمليار دولار تقريبا على دايمر لانتهاكها القواعد التنظيمية المتعلقة بانبعاثات الديزل. عدة عقبات ظهرت في اللحظات الأخيرة إلى تأخير الإعلان عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي على اتفاق جديد للتجارة الحرة بين بلديهما كان مقررا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعمل ترامب جاهدا للتوصل الى اتفاق يقلص العجز التجاري للولايات المتحده مع اليابان ويعود بالفائده على المزارعين الامريكيين وهو موضوع حيوي لتوسيع قاعدته الانتخابيه ملوحا لاجل تحقيق ذلك بسيف الرسوم الجمركيه الا انه بدا ان المفاوضين التجاريين للبلدين است... اصطدموا بقضية السيارات الحساسة وفق ما نقلت وسائل إعلام يابانية وفقاً لما نقلته وكالة فرانس بريس. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات وكيانات صينية على صلة بإيران، وفي التفاصيل شملت هذه العقوبات شركة شحن صينية وأخرى نفطية لتقديمهم الدعم لإيران. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني إن الحظر الأمريكي تسبب بمشاكل جدية فيما يخص الروابط المالية، ويخضع البنك المركزي الإيراني ومعظم المؤسسات المالية الإيرانية لعقوبات أمريكية منذ نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالميه واسعار النفط والمعادن الرئيسيه قال ممثلو ادعاء في ألمانيا أن ديملر ستدفع غرامة قدرها 957 مليون دولار عن انتهاك القواعد التنظيمية المتعلقة بانبعاثات الديزل. وقالت الشركة المصنعة لسيارات مرسيدس بنز أنها لن تطعن على الغرامة، وأنها تبقي على توقعاتها للأرباح بدون تغيير. هذا وتضع الغرامة نهاية لبعض الشكوك القانونية المحيطة بدايملر، ويجري محققون ومنظمون حول العالم تحقيقات بشأن شركات لصناعة السيارات منذ أن اعترفت فولكس واجن في 2015 بأنها تحايلت على اختبارات قياس بعثات الديزل في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى الكشف عن انتهاكات لقواعد تنظيمية من جانب عدد من المصنعين.